شر آل من ويمين بهم مش مية هاش خشي الشموخ أتيام الكيتو خارس داخل الشمية ومارا هلا لخمس مقانا مرمانا وشقلا خوبين داخل أخنا شقلا خيامين أمرت لن الجزينة لبغاصة ميشة سبتيو خلام الكيتو بدل درس الدرس دي تفكروا ماي تفكروا ماي قراية قفرين خمسة وإيش تصب صير ربوض عليه بت أدرك كذا أدرك على كل عمود عليه we're gonna be in Romans 5 and 6 today Romans 5 and 6 okay قرنا بسورة follow along before sit be whatever you have But shall I be That's okay, Abby. You can have this. That's okay, Abby. I'm going to go and do it. English. Okay. It's okay. My Liktao, or Ayala Romans, my Liktao? Paulus. Paul Ktao? Romai. Romai meaning Nashitiwa Gurum, Ege, Itatiwa, Enum Humne. He's writing this epistle, letter. Okay. Of course, remember, Gushara Egay, Lewa Khabi chapters. It wasn't with chapters. When he wrote an epistle, like a letter. It was formatted with verses and chapters later on. The church made this formation. It was just a letter. Okay? Itabiktawalika faithful diwa yurum muhumit diwa yurum malupe, instructing them. Okay? So any letters of Paul, يبشيوه قريه بر ماطيوه يقاريوه له يقاريوه له جماعات مهمني like هذي أخذ نتلقى جروب يتخذ جروب خيطه بجماعة أمر نتفهم بجماعة هي بجماعة جوبيتا أمرين جوبيت يعني وخناني شو الجمعة خناش جوبيت وأني مهمني هنا so بر تبرقل منه يشدرخوا على قداني أني زي قاريوه because everybody made use of it that's how it became part of the church reading هل هدية letters of Paul يقارخ ليقول هذا قديش that's right يعني مغزولة significance how significant they are كما يقول يعني كما ننقاين okay so مارا كت بيش لن مكشطة هيمانوتا اتلن شلامة عم عالها يضمارا يشوم شيخ بيه اتلن قربنتا بهيمانوتا الآها شباقد This grace, كليوخ قويا جاو، وبغدايرخ بهيبي تخقرت أعلىها. لا أختي أتخا، إلا بغدايرخ ألصانن أجازياتن جنجارن. صبضايرخ ألصانن بتمبدلن تصبرخ أرخ patient أرخ خلال نيخ نيخ. وصبرتها هي patient نيخ هي قابلتها كيابالا نسيانا character ونسيانا كيابلا هيوي وهيوي لي من خبالا سبب خبت أعلىها بش لي مشبخة يلبباتا بيضروخة قدشة جيبولا قدية سب ايضا دي وخوا زبوني مشي خمتل من جيب دعوالي خطاي باصوري ناشي كيميتي من جيب خناشة زديقة لدلون يعني خاص باي خاص زديقة يعني خاص باي righteous رابا خدش ناشي كيميتي من جيب خناشة سباي إينا قومة خاقش درد مايت من جيب خناشة طاوة إينا عليها مغزين خبة قديم كتخطايا واخوة أدخم شي خمت لمجيبة يعني there's a chance مجيبة خناشة صباي خناشة مايت إن زيمون خبت على ده بشتخ زي قديا إيك أخشل بشتخ خزيا أخنا نجو خطيطة لا لخوة صباي أخنا لا صباي
أو مثل متخاطرة. This is a magnificent خبط على the love of God is seen in how He died for us while we were sinners. كتبش لنا مكشطة بدمه justified by His blood. مكشطة يعني justified. Verse 9. كتبش لنا مكشطة بدمه كما بزودة بتبشخ مبرقة من كربة أعلىها بيه. يمد يخود جملة أعلىها بيش لنا سوزجرة عمي بيد موت برو. عدیت سوزگیره وخ که ما بود زوده بید پیشه خم پرقه بخیه لاخچی اتخا اینا بغدای وخ یطخ الالها بید مارن ایشو امشیخا ادبیه قوبلن سوزگیرتا اخت خطیطا ورا یو علما بید خناشا و موتا تیل بید خطیطا هدخا موتا تيلي على كل ناشي سبب كل خطيره. Verse 13 من قمت بايش ويوى ناموسا اتوا خطيطة يو الله اينا خطيطة للا خج بنت خطيطة ايمان قلت ناموسا وكملي موتا من ضاند آدم هل ضاند موشي اب الآنت لخطيل بشمطت بقدانا اخ آدم اودي وطوسا out ativa because with Kharitun the law came min Moses and on so what happened min Adam hal Moses litwa law in a pugdar bishashmita min Adam it was law muiva it ala hiu li qanu qa Adam bayit mdakhi in a mohawta lila agnaha mohawta gift lila agnaha like wrong إن بجناها بيرونغ خناشة رابا مثلو تخناشة رابا مثلو ما يو أوناشة by the way أو بي رابا مثلو بيغلط ديو آدم so he's referring to Adam verse 15 إن بموهوتا ليلة أخناها إن بجناها تخناشة رابا مثلو كما بزودة شفاقة عليها grace of God how much more وموهوتة بشفاقة خناشة يشوم شيخة زد للرابة ناشي موهوتت عليها ليلة أخطيطة خناشة ديانتا تيلا منبر خطيطة خناشة ومويلة خياوتا يعني judgment جناح كاروتا غلطة مويلة خطايوتا جناها wrong okay مارا موهوتت عليها ليلة أخطيطة خناشة gift of God gift ليولا ليلة أخطيت خناشة ديانتا تيلا منبر خطيطة judgment came after sin اتخناشة دمويلة خياوتا مويلة خطايوتا مويلة جناها موهوتا تيلا gift تيلا منبر رابا جناهي ومويلة مكشطة justification رابا جناهي تناشي بتالا grace of God justify وعلي إن بجنات خناشة موتا وكملة بيت خناشة كما بزودة عاني تقبلي بريوتة شفاقة يعني رابا grace fullness of grace يعني there's so much grace okay كما بزودة عاني تقبلي بريوتة شفاقة وموهوتة زديقوتة بتحكمي بخيه بيت خناشة إشو بشيخ داخل بجناها تخناشة ديانتا تيلا عن كل ابنيناشا هدخا بزدي قوت تخا مكشطة justification ويلا الخيط كل ابنيناشا he's repeating this يعني he's reiterating يعني ما دولة تأكيد اوكي خناش باي خمد عبد لئي مطرم لسباي عبد لئي he repeats it so he's repeating داخل بعصيوتا verse 19 داخل بعصيوتة خناشة رابا بلون خطاية بمصيطة خناشة رابا بالبيشي عويدة زديق ناموسة تيلة تزيدا وقناها إن ايكة خطيطة زدلا وبشفاقة بوش زدلا اختهو كملا خطيطة بموتا هتخ وبشفاقة بتحكمة بزديقوتا تميخيد العالم يشمشي خمار
chapter 6 مودي امرخ. What should we say? بيشخ يخطيطة زيدة شفاقة because خناش اطلبر ميلا مسج ديو. He might think the reason دي لكتاو اياه مالي don't think مالي even بيشخ يخطيطة قد شفاقة. That's not what I mean. So verse 2 مالا خسلي. God forbid. That's not what I said. Explain بعدو رجعان وديه. اخنا مثل الخطيطة دخيخي نخير جاو. ليتم بضايع اخلا كلا عمدلا بايشو مشيخة بموت عمدلا فيش لن قويرة عمي بيطمع موديتا لموتا داخل قمل مشيخة من جميتا بيتخقرد بابا هتخقب اخلا خيخ خيخات اد بورن اجن اخلا ديخو موضي كلا كل عميدا he's born again. قاموا بدين مية دلوا قاموا يمدخل يلا سورة ناشي يقول شو تمامض قاموا يمدخ مورخ لجمية فولي إلى signed موتا موت دماني الدو آدم قمايا وإخطيت التلا ما يتوت التلا منه judgment التلا منه كل آية ما يلقي ما إيه جاي ما رخ بشي نتباب روح قدشا ومشي خايا بد أوت فالو قمشيخة يخيخاتي خيتي قيوات رو آدم خيخاتي نبي مشيخة قم وتادخ معنا لي ممضلا أيام قم وتادخ خيري مغبي خاماضي هم منخ ويدون دو تري ماضي طلا ماضي خيك ما ديا بنا ممضي وبصورتي بنا ممضي مدر بيوه بابا ليه يا غلطة لا ما را خلية برموين اوكا ليه قد برموين ديني خلية ليه خاطب يو خيوخ ان اخطي لهم مدرب لازم مضيت لا يداخي اخنا زي تيخ مضيدوس ما دي اخطيتها انا تلن طاما تخص خو ساية تلن ادي ازخ يطلبخ هي موديانوتا تي طلبخ بو خالة بيسو يتسو دبريشن اي ريبنتنس دي من التوبة تي ريلا اوكي سو لخ ادي we're not gonna go into that our subject is in that انا خيب بخير على فرق بليه subject سي سو مارلي مدرب جو chapter 6 خلامن شيتون verse 2 خسلي مارا مودي ام verse 1 مارا مودي امرخ بيشخ جو خطيطة زيدا شفاقة خسلي اخنا مثل خطيطة تخي خينا خير جاو ليتون بضايا اخنا كلن عمدلن بيشو مشيخة بيموت عمدلن I'm repeating at verse 4 هدية بيشلن قويرة عمي بيت معموديتا الموتا داخل قبل مشيخة من جميته بيت خقر بابا اتخقوب اخنا خيخ خيخات verse 5 إن شركي وخ عمي بموتي بتشركي خ عمي وبقيمتي سبب بضاي وخ برناشا عتيقة بش لسقيبة عمي دباطل بغرة خطايا ودلاها وخينا قل تخطيطة قل ينمو slaves سبب عود إلي ميتها بيشي للشرية من خطيطة كد مثلا عم شيخة هموني وخ أب عمي بتخيخ verse 9 سبب بضاي وخ تمشيخة قملة من جوميتي ولا ما يتخينا موتة لتل شلطانة هجمة الله موتة مثل خداجاه أخجي لخطيطة إن خيد بخيله بخيل الأعلى verse 11 أتخى وبأخذل خشون جانوخن ميت الخطيطة إن خايل الأعلى يشو مشيخ verse 12 بداها لا شوقيت الخطيطة تهاويل شلطانة البغروخ مايوتا تعوديت شوديعتو Again, I'm going to repeat. Don't repeat over. It's verse 12. بداها لا شقيت الخطيطة. Do not let sin govern. تهاويل شلطانة البغروخ. ما يوتا اتعوديت شوديعتو. بغرة لشوديعتي. Temptations دي. Okay. إن لها بخروخنا إدخلان منه بتقاوت إن خلطة إن شبت تزن باري
سو بوليسي همارا أبا غروخن لا شوقيتون أتخيلان هلا أبا قطالوتون يجيتون ممضي يطبيبون هل يرغوخن جايك مش أي خلده ويل ديوخن سب ويل ديوخن إلى مرزايد على هادي سب مارتون هاو رزايد وخينا لا أو دخلت أطبيع لا لا سو قبل هذا خمار إلي هش رابيتون إنه بريتون المشيخة لا قيمتون شواقة بغروخن هلا أبيل أخيلا قد ما بدلوخن خلطة وديتون لا مقرويت هدامت بغروخ زينة زينة يعني وطن تشكة أوكي أسلحة لا مقرويت هدامت بغروخ زينة دعولة يعني خطيطة لخطيطة إلا مقرون جانوخ لعلها أخناشي مقمة من موت الخيل مقرو هداموخ أغزين تزديقوت الآلهة لا عود خطيط شلطان الله لا عود خطيط شلطان الله بإنجلس مين أكتبة طاما For sin shall not be your master because you are not under the law but under grace. Okay. لا عود خطيطة شلطانة الله بفرصه مريم ولك تتبع what's written in Persian verse 14 پس گناه دیگر گناه دیگر ارباب شما نباشد زیرا اکنون دیگر در قید شریعت نیستید تا گناه شما را اسیر خود سازد بلکه به فیض و لطف خدا از قید آن آزاد شده اید لا عود خطيطة شلطانة الله سبب ليتون تخد ناموسة إلا تخد شفاقة مو دي أودخ خاطخ سبب ليو خد ناموسة إلا تخد شفاقة خسلي again معرلي don't misunderstand me that's not what I said معرلي خسلي ليتون بضايا إيمان مقرويتون جانوخن قل الخاء when you present yourself as slaves to one أختون قلتون أو تشلميتون إلا يعني you belong to him خينا أي قد يلمزومو أيها they understood very well قاموا توا slaves أيها they knew what slavery was what owners were of slaves أيها قاموا دخبا بلو خلاء أيها مارا أي قد يويتون أيها لو خوق أخدانا خينا داونيتون نتون خخينا لا مارا أختو قلتون دو تشلميتون إلا يعني أود يوي تسلميتون أيها لو خوق قدية أود يويتون يعني الخطيطة كيلبل الموتة ينشلمتا كيلبل الزديقوتة You're either giving yourself to sin or you belong to Christ ليه يا قتر بنتي كما دو كان مال ليه ما أصدقوا to serve their masters ليه يا ضايتون داخل إذا منت من آلها وبإنتي تنوى قلت خطيطة مص يطلخن من كل لبوخن الاسكيما يعني او شكله او بصله ومن يتبشل يوقع مغزية قد يوخن الاسكيما ديولبانا تبياشي وسوبيا قد يوخن يعني هي دي قمتا دي تبري يعني خناش او ادخيوا دازم مارا قمتا مويوا اوكي برد بشل ملبا وبلي مشيخة هدي شغلة بيلي اوكي So, police are here. It's what I'm saying. You know, after you've been brought to Christ, your life is new. Forget what has happened before. It doesn't matter. It's what matters now. You belong to Christ. You don't belong to sin anymore. Verse 18. Pishlochun shirye man khtita. Wilochun kulle lzadiquta. Righteousness. What is right? أنا همزوم من هم زمان بشيط سبب زبونتون بكيانا ناشايا I speak to you plainly because you're weak as a person, as people داخد كي مقرويتون واحد داموخن قلوت هالطنبوت دعولة عولة sin over sin أديا مقرون لهم قلوت تزدقوت القديشوت through righteousness and holiness إيمان دي تنوى قلت خطيطة لا تنوى زبط الزديقوتة When you were good sin لا تنوى بعد دوس لا تنوى قدوم دي دوس لا تنوى your righteousness you are holding دوس
مودي بيد اتفالوخن هي من داني من دي عند أدية من خافتون بيه أن بلاطي موتيلي إينا أدية بشلوخن شرية من خطيطة وقلت على هيتون بتلوخن دنيات تقديشوتا fruit of holiness وبلاطي إلي خير العالم يعني ناشم هم ناشت عليها من فروج نمو يعني إن عواد البلطي مني تخمنياتي هي مزمانو بالخناني whatever comes out of them okay إن عمودي طنيات موينة holiness holiness يعني they glorify God that's what holiness is إن من ديانت مهمنة أوديلون the things that believers do say think okay must glorify God because if they belong to God that's what's going to happen and على هنا أدخلت هوايا بالخنانزد على هبتها تخمنياتين على ده مزبلات على هبتها و this will lead to what to eternal life سبب هاقد خطيطة موتيلة and listen to those verses very very carefully هاقد خطيطة موتيلة إن موهوت عليها خير العالم إلى يشم شيخ خمار. Okay, قريلا بي English خايجي please. مرة for the wages of sin is death. For the wage of sin, you know, when you work, you get wages. At the end of the week, you get your wages. End of the month, you get your wages. لا لا. لكن بلاخر مش قال خهاقة. Okay, so هاقد خطيتها ميلة. Wage of sin, death. But the gift of God is eternal life in Christ Jesus our Lord. Okay, so if you in خناشة قريلا بفرصت please. زیرا هر که گناه کند تنها دستمزدی که خواهد یافت مرگ است. اما هر که به خداوند ما عیسی مسیح ایمان آورد پاداش او از خدا زندگی جاودان است. Okay, so خناشة پرداخت یخطیتا بچقلها قبا. You know, lena eternal life, lena holiness. You know, if one decides to work for sin, meaning submit to sin, live sinful life, okay, what is he gonna receive? Death. Because it's been obvious. The reason we became mayute, the reason we became a mortal instead of immortal, mayute, was sin. إيوة خطيطة إن آدم أيوة شمي الآلهة لقن يوموتها and we continue human race continues in the same pattern when they still live in sin okay إن جسقيتون يجد آلهة طرس لقى آدم وخاوة مرة قدية he gave them everything when God made Adam he gave them everything And they were in eternal life. They were eternal. They were not a dying breed. They were not mortals. They were immortals. Okay. So Allah Tursayna قد خليوا أهم عشان خادوزت عليها. جهديروزت عليها. إن مرة قدية. مرة listen. أدخلوا أوديتون. إن مدلوخن أدخل ميتيتون ها. ميوا موتا. This wrong will take you away from me. أخلطت أوديتوني بتبارش لأخر مني without me you cannot have eternity this is what the message was it wasn't about a fruit وأي okay you have to get قشقر ديب يوم وليد أو مسج على هويلي مره لو دون خلطة لو دون درق مني درق تن أنا مارو because that will مري قد يخون من فلا من دي خربيلي شميمون يعني لا أخربة قالت أخربة منه مو يلو أخربة it will take you away from me إن مني برشلوخن لا يلوخن خير العابد okay instead of trusting God they trusted Satan قام ألديلو مر لا بابا ليلة خربة أصلا رابا أطيته مخديو قماد غير بيا هل أدية same trick هل أدية until this day Satan uses the same way to deceive us. Don't worry, you'll make money. Don't worry, you'll be happy. Don't worry, you'll enjoy it.
No one will know. Go ahead, do it. It's خليطي. ضاي داخي. So من بول لو برناشي قدي تمتيشن بعد اللي خلطة بقناعي اللي أجسنا. مال the same pattern. Again, clearly بوليش دي خمر لي. Hey, if you get on بيسم قايتهم موتا. But God has given you a gift. You know, He wants you to have eternal life. Mm-hmm. But you will get it through Christ. Mm-hmm. And we're going to talk about it furthermore. Okay. And yet, Machal Tamenu Notes D. Okay. There, Michal Ayah. The Sharet of Kareitan. يتعلم خمسة بتخلان نرى همزو بدي بس verse 1 okay what does he say we have in verse 1 what does he say we have مو اتلم faith peace اتلان شلامة where do we have peace ايك اتلان شلامة the grace قريب منه ولا قلت له أيا. Verse 1. Where is our peace? Where do we find our peace? With God. من علىها. It's right there in the opening أيا right. verse. للا. Right. Now that we are justified with through faith. هذي قد بشلون مكشطة. ما يقعد مكشطة. مارن شمشيخ. مارن شمشيخ. Okay. هذي now that we're justified. مو إتلان. Peace. What does that mean? What does that mean to you? We love our mind. Shlama. Chaya. Huh? Chaya. I know. Ina. Chamenta, faith with God. Right? Sorry, what's the question? I'm sorry. The question is, he says, now that we have been justified, we have peace with God. Yeah. Okay. What does that mean to you? Having a good life. When you're in peace, you have you live good. You have joy. You have verse. Peace. Okay. If we don't have peace, what do you have? Worry. All that anxiety. We're worried, anxiety, right? Worries, yeah. We're worried. And a lot of other comes with it. It's a package. Okay. Now, this is a great verse for us to learn from. If we're worried, you know, how am I going to pay terrible. These bills? Or what's going to happen to my job? Or what's going to happen to my children if they go out? Or, we're just worried, anxiety, where... That means we are not. We don't have faith. In God. God. In God, we're not trusting God. Or let it up to him. If it to we him. Have been justified, if we have been bought, in أخنن بيشخ مكشطة. In أخنن هدي يمشي خمرين. Don't worry. أنا برنا دينو لا تخمن. Okay. لا تنقد لا تخمن. لا تخمن دلالة. You know, I'll take care of you. I'll pay for it. Okay. In Anna Pishin justified via Bimshikh, and Anna Badayan, my caretaker is Christ. And I, who is Jesus Christ? Mani Limshikh. Marif Chul. He holds everything. Okay. Chmech el alele. Well, in the other, by the other, Chmech el alegeshir el mu'itli on me. عندي خزينة شيء أمري بلان رابع خلنا خد خزوزة إتلي خد خوتش ما إتلي خد خسيارة إتلي خد خا كم تيجي خلنا خل دو أيه أوكي إجت مارخ مارد كل عندي مارخ Lord of all مارد كل يعني على هاي كل دي so أتي لبريو our universe مارلي don't worry I'm taking care of you then why am I worried the reason I'm worried because I really haven't trusted him This is what Paul speaks about, Lachazi. He is talking about a trusting faith. This exact word, he's talking about trusting faith. Arilan himanut et midget et odechre trust. The kind of faith they should have, the one that really is true, which makes us trust God. Okay? Because if we don't have trust, if we don't have faith in God, then we don't know God yet. It's not God that makes this. God is God. It is my weakness mm-hmm. that hasn't developed
my faith that hasn't developed yet, which makes me weak. And لا ما تلديدو كتير. لا ودنا develop في دي ما تلديدو كتير. You know, the worst thing برناشة تخزق عمشي لموتا. إن لا ما تلديدو كتير لموتا زي لازدن هالا فول ينو يدترست عليها. If I don't come to a place where even death doesn't threaten me, then I haven't truly trusted God yet. Because I know through death I will not die if I have Christ. Through death I will just come closer to Him. I will be in His presence more, for real. So I have to fully trust God. If I trust Him with my eternal life, then what is this little life I'm living in? What is my mortgage? What is my... This is nothing compared to eternity. Okay? So he's talking about trusting faith, which gives us a peace that we need. See, especially nowadays, the anxieties of the world today, whether it be, you know, our health, whether it be our mortgages, whether it be our payments, whether it be... And people in different aspects of the world, let's say, Iraq, okay, Baghdad. خلاص يديه يجو بغداد. هذه مسكينة ليه طيب ليه تخمونه بود مورجج ديو ليه تخمونه بود بزنيزة تخمونه بود براتو أز مدرسة ينلا سبلي بلا جنوي لا ينلا تخمونه بود خلطة ديو بتعمله ينلا سبزار بكي أز البازر. So some people, if we compare our worries here in the States, okay, to some people living in other places of the world, okay, Baghdad is not that bad compared to Africa, for example. There are places in Africa people are suffering. They don't know depending on where, but there are places in the world where the mother has to worry, okay, how am I going to feed my children today? Let's not go far. The priest diyotiyam in Armenia, qaj diyotiyam in Armenia, qaj diyan al-turaya. Mereqa di gunayndis, جنايديز مرق عشنه بلكت مرق قامت خدت اشتشنك عشنه مره مرق خيله يوم خا ميل يخلخوا خيله يوم خا ميل يمطي وليده مره هديه زي بصرة اللي خالق جري شفت خقي الماطي بيد ناس يلا هديه ودي يوم اطرا يديا اخر وي ديوخ اخر يا اخوي بس خلصت ما كان خلصت بس انا خربوي زي هذه ويديو بس من ديال اخيلي برناش. My point is this. برناش هماشا ويديلي سبنا خلو اخو بشوف الداني كيف هدي اقو ارميني امريخ لاخو تخوني بس مورجيجز وبزنيزا وخيوتا القرطة وطاب ان كانسل بارتريشن ايان لا هيدو اخو تخوني ابو اخو خديو طيب من داخي. So برناشا ميلي كت اهوال ايلي ان اهوال ايلي اهوال هما شو وريدي لقمو سبلي لهم ونبعلها إن أوت هم بعلها جو كل أهولت آري إن تاما ينلخا قلو لي أنا قلت جو كل أهولت آري بتهبها ما شو بشلما من أعلها سبب قمو إيه ترست بتمل بالت آري content. The trust will teach you to become content, to accept what God has given you for the day, for today, and to glorify Him with whatever you have, whatever it is. No matter what situation you're in, you will glorify God. Why? Because you trust Him. Okay? So trusting faith is very important. It gives us peace with God. Now, before Jesus Christ, no one could be close with God. Litva a concept. Barnasha lewa pormiyu alaha. We did not understand God and not know truly God before Jesus Christ came. Mm-hmm. Humanity knew God, there's a God. Some created false gods, some knew there's a power. So they knew there's a power. Every person that lived knew there's something, even though it wasn't, they hadn't truly understood what God is, but they knew. So some saw Him as, you know, a monster who will take vengeance on us if we don't do this. Some saw God as something very distant. Rabba rechka distant, we cannot touch. Rabba rechka lema tzachet rubiyu. Rabba ayyere. Some wouldn't even say His name.
لأمري ولا شمو. So ليه وبرميو على هذا. They did not understand God, what God really is. Through Christ, تيلا برميتا قبرناشا قد عليها إلى بابوخ. خبرت بابا مش يقبر. Okay. Through Christ, غزيلا خبت على بابا. برخد مشيخة. طاما برميلا يصورا عم على موديلة قبض هذا بيقول خد مارا إيشو أمشيخة تيلا هدية مغزوية بقول الشيخة بدنا نقرأ بيقول خدية برميلا شوبا نكس على وأن انقايوتا نكس على كما إيلا أوكي زي ملاخة مارا لي مارا بيه بكريست اتلن قربنتا بهمانوتا الالها الالاها شفاقت اتكليه واخويا جاو بيمشيخا اوكي بشلن قربن بشلن موري اوكي ويلي مارا مارا اها انتردكشن انتو كريست اها مورتن جو شفاقت بيد ايشو مشيخا ويلا the word that he usually originally be Greek in قانتوني لا خبر انتردكشن دي مغزويو ما راي ما بلخي والا اخت انخدنا موري والي قم خملك اوكي يعني ادخى مورطة يعني as we've been brought into this royalty by Christ not just طور لخ no no he brought us into something really great قمور يخمدي رابا يورا أشفاقة تغياوه is grace دي لتيتا قد ينبرناشا بيد إيشو عمشيخة خمدي رابا يورا لينا خمدي رابا سورة ورابا simple مختمرت خناشا خشنا خدك تخلوتي أوكي so هدي اختمرت خدنا أهتي بينا باللخ ما تفقلوك بملكة دنقوت أوكي وانا عش أدخلت لي شو بايكس ملكة ما سمور روح طاما لا أختي مور أختامه مورد خدم رب السمت أود مخرج بيته خشوال وخملكته مغبرونه you gonna be excited ودي أنا لين طوم كيف بيتا ينخش طور إن كان أكثر لا مرب مرب مورون خو هذا قط قط أخلد شاد تخيط طامه بوسامة okay if somebody were come to tell us I will take you to not just meet the Queen of England but to live there in that royal palace and be part of the family and inherit all that there is and just do whatever you want just be happy we'll be what really you will do this for me we'll tell that guy right you will do this you'll do this for me really yeah so if you know comparison Queen of England to God Queen becomes nothing becomes a dust Her royal palace, whatever, it becomes nothing compared to God and His kingdom. Lela? So, Mshikha ahavit leqadiyyan. Gudahi lemawuran. This is what Christ did. He brought us into this royalty. So it is something great. Okay? Ayyla polish liqa mara. Hadiya, marile, I'm sorry? She has a question, yeah. Rabbi. How I can make my faith strong? There is a practice I can make it strong. Well, they asked Christ, the disciple, it's going to take me out of this subject we're in. I'm sorry. It's another question. But they asked Christ, they said, increase our faith. He said, if you have faith as small as mustard seed, small as mustard seed, okay, it has great meaning that mustard seed, because if the ground is right, the seed will do its job. If the ground is right and the nutritions of the ground, the soil, the water, and the sun are balanced and right, and given, the seed will do itself. Okay, our faith in Christ is dependent on a few things. First, our heart. Because the word of God is that seed. Because it says faith comes from reading the word of God, right? In the scripture it says faith comes from reading of the word of God. Like listening and accepting the word of God.
Now, if we prepare our heart, which is the ground, accept the seed, and then let it be nourished. It doesn't happen overnight. It doesn't happen in one day just because I wanted it to happen. Okay? Lifestyle. Hey, Leila Mama Rabba Shakir Abu Qarir. Actually, I didn't want to leave this subject, but I'll come back to it in a second. So we work on it. Okay? So through prayers, readings, okay, and becoming somo sluta. Yes. Becoming part of the body of Christ. Okay? Actively involved, who we surround ourselves with, who our friends are, you know, who talks to us, who guides us, who teaches us, who disciplines us, who holds us accountable. Because if I come on Sunday and hear the word of God, and Monday go to a nightclub, and Tuesday go gambling, and Thursday go God knows where, how is that seed that I heard on Sunday gonna flourish? Right? It's exactly that way. Okay, now back to what I was talking about. Yeah. We're going to use the study guide a little bit. Okay. We read the book of Romans. Now, I pick a phrase or sentence. Guda section Qameta. First 11 verses of chapter 5. Okay. Mara, pick خا سكشن خا فريز خا سنتنس من ذا سكشن قد عاد مغوبة قابولت. Okay, we're gonna go through it a little bit more. Okay, وقمينا why are these words significant to you؟ قمينا نخبر عن قاية قد يوخ قارنو خي خي ده قد يوخن شنو منو صباي كش كبش لن مكشط بها مانوتا هذا بين justified by faith اتلن شلامة عمالها بيطمع بيشم شيخ. That's one sentence. Marabiye through Christ itlan qarbanta bihemanuta laha grace ayti meriti de mouran itkiliye wakh quya yao u bghdaye wakh bhiye itkhqart alaha la akhti atkha illa bghdaye wakh pulsananzi in even though sabana miskina janjure wa gorom itwa junjare gore anem humne draye wa qam ariye ma khure bihaywane maraba jazat alkhayl sqipa ma qude كاموري رابا من ديار إسلامي رابا زومي مرة أب بي ألسانا خديوخ لأن شو تغي خادب ألسانا بجنجارة قامو يولي لمارة قامو مرة سبعة جنجارة قابولو وخ أو بدي أولا مصيبرتا بدي أولا مويلة بنايت أي صيبرتي لمزون باسو هي إنا لا أختي سبارتيني أوكي مخيري داخل أيام هيبي مارا لا مارا آها مودي لتأوين خيلانا ضاي داخلي آها بادي لتأوين خيلانا prepare بادي لغخام دي هلا بجدورة أوكي مارا آها جنجارة قابولو إن هاشر دي أنا رابو بي أنا خيلانا دوري قمعي سب أنا بيلو تليلو قم دور دو بيا قمعي تيل المشي خيوتا إلى كيلو قويا وهلا بوزو تبلخلو سو قم هذا خماري اللي ماري لي آها جنجارة تغياو آبا داني لد أوغ بوش خيلاني وآها يولاني لأون سيانا إيه كاركتر آها خبرت كاركتر دي مبلوخو لخا مدمو مارا مدو بيغريكتي لما بلوخو مارا الدو برزلتي آبي المقدس باي ريدا بلورا ريفايند دي اسباي يعني الى 100% هدي قوية ابرزلا مارا دو ارخا بايخ بجمارخ سباي بيخيخ بايخ خلالي هدي شو اللي ماسي بيان اوكي مارا اها يولي لأي هيري او هوب ومارا اها هيري اتلن ليه ما يخف هذا؟ ليه فلطخ سابيقي؟ قامو سابيبيان إلى أن مبرموتا زي سبعنا برابا من المسلمين ميتيبة أوكي؟ مبرموتا زي بتخزيوها المشيخة سو ليه هي بيه ليه ما يخف هذا؟ أوكي؟ سب خزيوها لقى مشيخة إلى خزيوها بطيب المشيخة لكل بلا إترنتي بس متاق عادية أوكي؟ مارا سب خبت ألعب بشل مشبخة من قول بواتا يدروخت قدشة تيولي قليلا
So, any verses now that you pray, imni minne in khamna hum by a verse. And then he goes on to say, Bariya al-Rubaya, that alaha mughibla qadin ikhudi iman khattai ikhwa mitla mutkhadir. Okay. So, out of these, which one of these touches you or makes sense to you? Yeah? Rabbi, أنا قدي verses 3 ربا. Take it long. Okay. So rejoice in our sufferings. Yeah, rejoice in our sufferings. It makes us strong. Mm-hmm. Okay. Anybody else? 9. Verse 9. Mm-hmm. Okay. Verse 9. مارك يبشر المكشوف بدمه. Justified by his blood. كم بزود يبشر برقى من كربة علاه. Okay. Anybody else? 6. 6, verse 6. سبب أيضاً أتيوخوا زبوني بشي خامت لمن جيبت عوالي. مارا, Christ died for us when we were in our weakness. من جيبت يتوخ خطاي. Okay. أنا من مغوبة. أنا أي تشارة تراب المغوبة. أنا دا. لا, at peace هي إلا at grace بزودة. إلا مورا يقول دا grace. We live in grace. It's such a big thing to a believer. You will wake up when you know you're living in the grace of God. And if بضايد بخيك وشفقت على بطريشة خدية بالدم خدية بالخضر خدية. Nothing. قبلت لخدية. إيش من جزء الخدية؟ لا جزء. أو بنكال عم دكتور عمرو خيا. God will take care of me. It's okay. الناس ديلوخ هاي ترابة راحت. وطامة بينا شهارة سب آج ريس مو دا قديا قمورولا جهديرو تعالها لخا ها لخا يا خمهم لي خي جهديرو تعالها سب على منو لي so you are with God أي خا مو مو يمتشخ بيورخد جريس بيشابها قد مو يمتشخ ليه متشخ condemnation ليه متشخ قد على كندم وادني لي أوكي ليه متشخ judgment ديانتا قشفاقت عليها اوكي ليه ما تشخخ vengeance طول شقلتا خط خطايتو على زوجهم يخلو خبلتنو that's not what we find in the grace of God okay it, we find kindness رحمة we find love we find mercy لكن داخي يقول وارخ عاد كل عاتي لمورا ويرغ قشفاقت عليها مورا نيلم شيخا ما تشوخ إن رخمة إيه بس يموتة وخبة وإشلامة قدي أنا خخطايا أوكي لقد أنا سباين لت أو سباين أي لبرميت على This is what understanding truly understanding what God is and don't be misunderstood لا خلطك ليلة منايو على هالشغلت لي على قمتي وعلى هذا لا على رو على هيدا ما شت خيو على أختي برناش له برميو قالها ورخت مشي خا برميلا على okay almost time is almost so إلى جدة أهو الخيطة أخت مراخة بلاد you know we will endure suffering مخمهمني We will be rejected by this world. لبيشخ قبيلة بداها علما أخمهم نبي مشيخة. مسخري بيان لي قبلينا متشخ ريانا في كبير نوشان ضايت نغي إنا لي مغب نوشان سب أنا هم ننيلي ضايت نغي وطامي لتمجد خير الدين لا ما تخلاه بيان البرناشة إلا الأعلاها خاي لا البرناشة ما يوتا رقم شمانة برناشة دجالة برناشة بي مصلحة ديانو كدخا لا يبين أويب عليها رابق بخزيت نجد مغبيل أخو خمس لاتل منخن نجد بي أودي خمدي قد يغزب خمدي قيانة بدو أودي كده المرابة مدينة بخزخنو إن عليها لا بدلو أو بدي سباق دين لقد قاني وخمدي منن قنيتها كلنا إيد أما جمع قديني وسبع لها مارد كلت إخمارات مبقى من خبرناشا ما يوتا
موت يعني يا ورقة عليها أهل أخبة شارية وطول دوناشة أدخى خبة نابل ليلى ايت قبل نفسه أبدينا هل قلت الدنيا أبدينا ليلة أبدينا تخد برحة تدموت هؤية كز مثلا هل أو تاني بيس قدت لأبدينا يومي لخل قد منه خلال اللي أنا أبدينات لقد مقيمت البيرة وش الشباب مع الشبتة كل شيء منه خلال هل خادوت المخامنة بخش الكيخت المعرض يا شديد مبسومة يا دمو إيه أبدينات هل أدي يومد أبدينات لقد يا لا قد وادو قد خايو مخينا جو إقبع معرلة جو فرس 11 لاخت يدخا إنا بغداية وقت يطخل عليها بيطمار إيشو مشيخ صو بضايخ مارن أخبري هدي بضايخ عليها نسب مشي خجليل جليالي جانو ريفيلد ان سالف نسب مشي خمايل رو عليها أوكي مضيالي هي جاو غزيالا خزيالا غزيان أخبا أبدينا يوتاني رخني عشا فاقد آها شرارة آدوزو كل مني خينت إلي مضاف جاو أوكي وطول دوناشت مارن آها آها خزيلة آها رياطي خزيلة so okay okay so على نطرخن على بارخلوخن من أيه he's repeating the same message إلى برشة بيتايا أختي message ديو إلى we're saved by the grace of Christ يروح بيش مفرقة بشفاقة على هالشر أخ لا هو يا عزخ بدري يخطيطة okay هديا يو نخن خاد خاودنا صواب يو خاد خا مسج ديو أمرخ خناشة خناشة جنابيل جنابيل وعجنوت وقمودا لقد آوي هوملس وقد آوي كفينا وقد آوي بيلا وقد آوي مريا و بتايلي خدنا سبران بس بايناشا وران بس بايناشا اوكي من برونت خملكة ملكوتة لقصك بتايلي سبران بس بايوا اوكي اللي بو بياشي الدوا ناشا ايبن دوا ناشا غلطو ديانو سب جنابي با سب خربي با بلق داول ديوا اوكي اي لاوا بنصبت بتايلي مارلي تعزيز تشقالو لي تموزو لي قرقوزو لي بيويو لي بخيابو لي ملوشو جولي شابية لك ملكوتا شابرونو لي بادو لي أنا تورق دا قصر أخي منن هديا أول ناشت مطيل الدا بس يموتا مدري آزل جدو قصر جانو مخرو which he can have everything إذا مدري شاري جناوة وهذا خربا إي كلا إي وزدم كلا إي أقل داروت So policy خماري لي بس أخنا we have been justified بشتن برق بشتن وي جدا قد يشوتا آدو زوتا لا هو يد أزغ مدري خيغ يخطيطا أخنا لخنا لو بغرا ما يوتو إلا خنا برق منه بل بل أسغي جوهاد يخني وخ بنون دا ملكوتا we've been brought into this grace لا هو يأيت مشمو أخنا مثلا أو تيقى مثلا دي أخاتا خيري سو خيخ accordingly لا أقول الدي خطيطة بات من داخل أين أي مسج جدني جدني أي three chapters تقريالا و I would urge you to read both chapters مدري أوكي قد دخ خيخ يوم شيخ أهم ما شا دخ أو خشر أو بضايا يوم شفاق الدخ هاي ويخ وما يلي أعلى هان وأنا جاني كله أنا قريته مدري جوبيته go over them اوكي بابي على خصلوطه شبل بابا ونور اخذ بش العالم المالين شكروا كل شمخ مارن وعلها قد هرمشا قد كتاب قديسه قدها اجرتها بيابل كلا هيوي بيابل كلا خدوتها وشلعبه وشفاقه بمارن شمشيخ